استدعي على المؤتمر التأسيسي لرابطة حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بالكاف يوم السبت الفارط، عقد الحزب ندوة صحفية قدم خلالها الأمين العام قائمة اسمية أولية للمعتدين، محملا المسؤولية الكاملة لوزير الداخلية، ومتهما حركة النهضة بتوظيف الميليشيات أو ما يسمى برابطات حماية الثورة. من اللي مارسوا الاعتداء في الكاف؟ طمأنينة رجاع الدولة الاقتصادية لنشاطها، واللي جزء منهم جابتهم كار حافلة من خارج الولاية، واللي بعض العناصر النهضوية اتصلت ببعض المناضلات والمناضلين قبل بنهار ووجهوا لهم تهديدات، واللي لما وقع الاتصال بالسيد علي العريض على غير عادته امتنع ان يكلمنا، وكان يتصور انه ميليشيات تنجم توقف اشغال مؤتمرنا. الشباب اطرد الميليشيا والمؤتمر تواصل بنجاح وانجز اعماله. ها منهم اسماء: وجدي بن خمار بن يوسف، وخالد الزيري، ووليد الصحراوي، وحمزه بدر، وثم واحد اسمه سليمان، وهنا باش نجيبوا بقيه القائمه نتاع اسماء اللي هم عناصر نهضويه وعناصر منحرفه من ذوي السوابق، نفس ما كانت تمارسوا ميليشيات التجمع.